طالب سكان بلدية المعمورة بولاية سعيدة الجهة المعنية ضرورة التدخل العاجل من أجل إدراج المداومة الليلية بالعيادة الصحية الموجودة على مستوى بلديتهم، حيث أكد السكان أن غياب المداومة عن العيادة الوحيدة بمنطقتهم سبب لهم متاعب كبيرة. وعدنا جملة من المشاكل احنا نطرحوها على مستوى البلدية هنا، خصوصا القطاع الصحي. احنا هنا البلدية تعاني القطاع الصحي بصفة كما نقولوا منعدمة، كاينة مداومة يومية، يجونا الأطباء اللي سيفيزيو الصباح ولي حتى الرابعة كاينة، بصح المداومة الليلية ما كانش. هنا الشعب راه يعاني، وكاينة ساكنة هنايا راه الله يبارك كبيرة، وخاصة عيادة الأمومة هنايا ما عندناش ماتانيتي. دوك اللي عندها شي زياده ولا ولاده يروح له سكو 120 والله 120، وفي اللي راك عارف ما تلقيش طونسبور ما كانش، اللي عنده نقل تاعه خاص يروح له. حنا نطالبوا الدوله حاجه، الدوله عياده الامومه والمداومه اللي ليا هنايا، حنا لا بارمانونس ولا ما كانش. دوك الفريم راهم يخدموا الرابعه يحبسوا، وحقه عنده الويتر تاعه، نطالبوا بالعلاقه بالمداومه اللي ليا. كسبرة ولا توفات هاك بصح المهيات زي 8 4، وكان مرة هنا تبغي تزيد ولا تندوها، كاين مسكين اللي ما عندهاش يكري لوطو 200 300 ألف يديها وسورتو المرة اللي مريضة بالحمل هي اللي تسمى. انتم السكان هنا المعمورة راكم تعانوا نقص الخدمات الصحية، واللي مريض في القلب ولا في الطاسيون ثاني كيف كل نفس الشيء. الصباح وين يحق الثمانية شكل غير طبيب واحد وصل، ما كانش خلاص طبيب واحد في خطرات يجي هنا ويبدا سيدي كان يجي هنا نهار يجي هنا ونهار يبدا سيدي. سمع عندكم غير طبيب؟ اي طبيب ماشي كل يوم، مش معين مش معين ماشي معين كي نقولوا. والعيادة فيها دونتيست فيها تاع الأسنان خويا؟ كاينة 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 عندكم دونتيست.